انا جاي من شبرا مصر رايح الشغل في شارع المعز، وانا معدي من بره حوالي الساعه 10 كده سمعت صوت انفجار ودخنه كبيره والناس عماله تخرج من المحطه وتصور. فالطبيعي ان انا دخلت، يعني دخلت عشان اشوف. فاول ما دخلت لقيته بيقولوا حريقه كبيره في المحطه، لقينا طفله الناس مسنداها ومخرجينها قامت واقعه بره، دي هدومها سايحه. احنا شغالين تحت في الحوش تحت، ماشي لقينا الجرجه بسرعته على اخر ما عنده، بس الصراحه انا ولا شفت حد جواه ولا حد بره. دي كل اللي حصل، بس كان سريع قوي الجرار. يعني الناس كانت ماشيه مشان، وبالامر يعني كان في كمان قطر واقف جنبه، لو كان واقف كان القطر كمان اتفجر. يعني حاجات يعني حرام اللي احنا فيه ده، وربنا يرحم كل من كان ميت يا رب، ربنا يرحمه ان شاء الله.